بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان، اهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في حلقه جديده من الابطال. زي ما تعودنا كل يوم حد واربع بنكون مع بعض من الساعه 8 ل 9 ونص عشان نتناول اهم الاخبار اللي حصلت على الساحه الرياضيه في الالعاب الاخرى داخل جدران النادي الاهلي محليا وايضا عالميا. النص الاول من حلقتنا بمجموعه من الاخبار وبنطلعكم على اهم واحدث المستجدات الحقيقه وتعليقنا عليها، وبنحط قدام حضراتكم كل ما حصل في الفترة اللي فاتت. في النص الثاني بيبقى معانا فقرة حوارية. الحقيقة ألعاب القوة من الألعاب المظلومة إعلاميا بشكل كبير جدا. ألعاب القوة هي أم الألعاب وأقدم الألعاب الأولمبية على التاريخ، هي ألعاب القوة. والحقيقة عندنا أبطال كتير ونجوم كتير، ولكن للأسف حقهم مهضوم في الإعلام، وده دورنا هنا كبرنامج الأبطال. ادينا وقت طويل قبل كده وكتير لألعاب القوة ولسه هنكمل. النهاردة حلقتنا ألعاب القوة، هيكون معانا ضيفين لعيبه منتخب مصر والنادي الاهلي ايضا، والنادي الاهلي بيرعاهم بشكل كبير وكانوا مرشحين بقوه ان هم يتاهلوا لطوكيو بس ما توفقوش، منتظر في باريس ان شاء الله 2024 باذن الله ممكن يكون ليهم تواجد. هيكون معانا رامي سعيد لاعب الحواجز، لاعب نادي الاهلي ولاعب منتخب مصر ايضا، وهيكون معانا اسراء محمد لاعبه الوثب العالي والوثب الطويل في النادي الاهلي ومنتخب مصر. هنقعد معاهم نتكلم عن طموحهم، املهم، صعوباتهم اللي بتقابلهم، لان اكيد اللعيبه دي زي ما بيقولوا بتنحت في الصخر. العاب القوه الحقيقه اللعبه مهضوم حقها جامد في مصر بالرغم ان احنا كان عندنا ابطال ونجوم كبار جدا جدا. النهارده حلقتنا في الفقره الحواريه العاب القوه. خلينا اروح في الانترو او مقدمه، عايز اتكلم عن كره اليد في البدايه. كره اليد واخبارها، عندي اخبار من الكواليس عرفتها طبعا قبل الهوا بخصوص البطوله العربيه. البطوله العربيه انا قريت انه مكتوب على بعض المواقع وبعض السيطات، يعني مكتوب ان النادي الاهلي اعتذر عن البطوله العربيه لكره اليد، وهذا غير صحيح. النادي الاهلي لم يعتذر. يعتذر يعني جالك دعوه وانت اعتذرت، جالك دعوه وانت اعتذرت، وده ما حصلش. اولا النادي الاهلي ما يقدرش يخاطب اتحاد قاري او اقليمي من نفسه، لازم بيخاطب من خلال اتحاد كره اليد في مصر. فالموضوع بيمشي ازاي في البطولات دي؟ بيجي دعوه على الاتحاد المصري لكره اليد، والاتحاد المصري لكره اليد بيشوف مين حسب الرولز اللي هو حطها في بدايه الموسم مين يقدر يشارك ومين لا، ويبعت الدعوات للانديه ويشوف هم هيشاركوا ولا لا. ده ما حصلش. مفيش انا ما اعرفش في دعوه جت على الاتحاد المصري ولا لا، او الاتحاد العربي دعا الاتحاد المصري لفرقه تشارك، انا ما اعرفش ده. ولكن اللي اعرفه واللي انا متاكد منه ان مفيش خطاب جه من الاتحاد المصري للاتحاد للنادي الاهلي بيقول له عايز تشارك ولا لا. ودي طبعا هو ده التسلسل اللي بيحصل. ما ينفعش النادي الاهلي يبعت يقول يا جماعه انا عايز اشارك من نفسه، لا، لازم بيجي او يخاطب الاتحاد العربي يقول انا عايز اشارك. لا، المخاطبات بتبقى من خلال الاتحاد المصري لكره اليد، وده ما حصلش. اذا النادي الاهلي لم يعتذر عن البطوله العربيه. اللي بيعتذر هو من يتلقى دعوه ثم بعد ذلك يعتذر، وده ما حصلش. حبيت اوضح الامر ده. طيب بخصوص الفرقه، الفرقه نفسها عندها اصابات، في اصابات كتيره. يمكن انا قلت عايز اعرف عن كرب زي ما بنتكلم عن فريق كره القدم ونعرف اصاباته ونعرف مين اللي بيلعب ومين ما بيلعبش، كان لازم كل فتره اتكلم واتواصل مع الجهاز الفني واتواصل مع الجهاز الاداري اعرف الاصابات اخبارها ايه. اولا احمد عادل مازال يعاني من الاصابه اللي تعرض لها مع المنتخب، والكلام ده طبعا يعني من الجهاز، انه طبعا لعب ماتش السوبر الافريقي مع الزمالك ولعب ماتش الزمالك الثاني في الدوري وهو مش جاهز وكان بيلعب بمسكنات، وده كان الحقيقه باين على جريته. احمد عادل قدامه 3 أسابيع عشان يرجع تاني، بيتعالج من اصابته اللي لحقت بيه مع المنتخب. طيب عندنا فيصل كمان مصاب، فيصل عنده قطع جزئي في الرباط الجانبي للركبه، قدامه 3 شهور، مر منهم جزء وفاضل جزء، وتعرض ليه الاصابه دي في بطوله افريقيا اللي فاتت. دي تاني اصابه. تالت اصابه كاستيلو، لسه بيعاني من اصابته، قدامه 3 أسابيع للعوده مره اخرى. دي تالت اصابه. رابع اصابه محسن رمضان، رجع وخلص فتره علاجه والاعداد والبدني ورجع لفرقته، ولكن بيشارك، هو مش جاهز 100% طبعا لان كانت اصابه عنيفه في الكوع وبياخد وقت حتى يستعيد عافيته. فالجهاز الفني بيديله 10-15 دقيقه في الهجوم فقط، ما بيديلوش في الدفاع حاجه عشان الاحتكاكات والالتحامات. محسن بيشارك ولكن مش جاهز، بيتجهز يعني، هو في مرحله التجهيز. عندنا لاشين كمان مصاب، العضله الاماميه خد كدمه جامده، لاشين محتاجه 10 ايام راحه. انما باقي الفرقه تمام، دي الاصابات وباقي الفرقه تمام وبيشاركوا بشكل منتظم. طيب عندنا كمان اسامه الجزيري، اسامه الجزيري مش مصاب ولا حاجه بس هيسافر كمان 10 ايام
تونس للمشاركه مع المنتخب في الاسبوع الدولي. الاتحاد الدولي لكره اليد عمل اسبوع فرغه للعيبه ترجع منتخباتها عشان تستعد معاهم، ويبقى كل لاعب يشارك مع منتخب في ماتشات الوديه بتاعته. عندنا كمان في 12 لاعب من النادي الاهلي هيشاركوا مع المنتخب في المعسكر القادم. 12 لاعب، في خطاب وصل النهارده او امبارح تقريبا للنادي الاهلي باستدعاء 12 لاعب من قوام الفريق للتجميع او الاسبوع الدولي مع منتخب مصر، وده رقم كبير وبيدل ان الفرقه الحمد لله واحده واحده الشباب بيكتسبوا خبرات وبقوا مطلوبين حتى في المنتخب الكبير. دي اخبار كره اليد، مش هتلاقوها عند حد تاني، هتلاقوها عندنا احنا، جبنا كل الاخبار. والحقيقه ده هيبقى نهج عندنا في برنامج الابطال، كل فتره هنعرف تفاصيل الفرق بالتنسيق مع الجهاز طبعا عشان نوصل لحضراتكم اللي مش هتقروه ومش هتسمعوه في مكان تاني. طيب احنا هنروح لخبر تاني. اولا مستر اولمبيا، البطوله اللي احنا تابعناها كلها واللي فاز بيها طبعا نجمنا واسطورتنا الكبيره بيج رامي، الحقيقه اللي مشرفنا وفاز بيها بالمره الثانيه. الحقيقه ما كانش هو المشارك الوحيد المصري في هذه البطوله، كان في ثلاثه مصريين كمان مشاركين معاه، كان في محمد شعبان وحسن مصطفى والورداني. الورداني بيلعب في وزن 212 او الوزن الاقل شويه من الوزن المفتوح، وده بيتعد وبيشتغل وممكن في وقت من الاوقات اوب يطلع على طول على الوزن، بس طبعا بعد ما بيعمل بلك وبيكبر وبتاع بيقدر يروح على الوزن المفتوح. النهارده كان عندنا بطل من الابطال محمد شعبان، نجح انه يحقق مركز عاشر في مشاركته الثانيه على ما اتذكر، وده مركز متقدم جدا انه يخش من احسن 10 لاعبين في مستر اولمبيا، لا انجاز كبير. طبعا الناس كلها فرحانه اكيد ببيج رامي، واحنا كمان فرحانين بيه ومبسوطين، بس ده طبعا مش هيخلينا ننسى الانجاز الثاني، ان عندنا لاعب ولاعب مهم جدا ولاعب متميز محمد شعبان اللي استطاع ينتزع المركز العاشر وعنده مستقبل واعد ان شاء الله. فكان لازم يكون معانا محمد شعبان من الولايات المتحده الامريكيه عبر السكايب. اهلا بيك يا محمد. اهلا بيك يا استاذ هيثم، ربنا يحفظك يا رب، وتحياتي ليك ولقناه الاهلي وكل جمهور الاهلي كلهم على دماغي، ربنا يحفظكم يا رب. شعبان الف مليون مبروك، مركز عاشر. احنا طبعا فرحنا ببيج رامي وفرحنا بيك كمان على فكره يعني، وفرحنا كمان بحسن مصطفى والورداني مشرفنا. يعني كلمني عن البطوله وكلمني على الانجاز اللي انت حققته. والله طبعا احنا كلنا فرحنا برامي، والفرحه مش تخص واحد، كلها فرحه لينا ولبلدنا، الفرحه ملكينا كلنا. طبعا بالنسبه لي دي كانت المشاركه الثانيه في مستر اولمبيا. طبعا انا بدات كمال اجسام طبعا في سن متاخر قوي، يعني انا بتمرن بس بقالي 5 سنين، دلوقتي دي السنه السادسه. الحمد لله قدرت اوصل لمستر اولمبيا مرتين. المره الاولانيه كانت مركز 16، المره دي الحمد لله من اول السنه حطيت لنفسي تارجت واهداف ان انا اتاهل لمستر اولمبيا وفي نفس الوقت اكون في التوب 10، والحمد لله ان ربنا قدرني وقدرت احقق ده. السنه الجايه ان شاء الله في مزيد نقدم الافضل ونكون في التوب 5 باذن الله. شعبان يعني انت بقالك 5 سنين بس بتمارس الرياضه بشكل احترافي، صحيح انا فهمت صح؟ لا انا بدات التمرين في 2015، دي كانت اول حياتي ان انا ابتدي اتمرن واخش واقف على الستيج، كان اول بطوله دي كانت في 2016. بيتهيألي دي فتره قصيره يعني ما شاء الله، يعني في 5 سنين دي يعني فتره قصيره بالنسبه لكل اللعيبه اللي انا وقفت جنبهم على الستيج يعني. بالظبط، وده يعني اكيد انجاز كبير. طب انت هتشارك في كو برو اللي هتتلعب هنا كمان اسبوع او 10 ايام ولا لا يا شعبان؟ باذن الله. والله ده هو الحدث الاكبر اللي احنا، هو ده الانجاز الاكبر من مستر اولمبيا اللي احنا خدناها مرتين، ان احنا عندنا اول مره في تاريخ مصر يكون عندنا بطوله احتراف على ارض مصريه، فاكيد ان انا لازم اكون مشارك في الحدث ده عشان اكون امثل بلدي واحاول ان انا اظهر بلدي واقدمها بشكل افضل. هي الاول اللي انا شارك فيها، فاكيد هكون موجود باذن الله. طب انت يعني شعبان، انت البطوله السنه دي مستر اولمبيا كانت عنيفه، كانت قويه شويه، يمكن بعد كورونا اكيد السنه اللي فاتت الدنيا فتحت وبقى فيه بطولات اكتر وبقى فيه اعداد اكتر والدنيا فتحت، يعني البطوله دي كانت عنيفه زي ما احنا سمعنا وكانت منافسه فيها شرسه ولا لا؟ طبعا احنا علينا اكتر في التاهل، لان كان التاهل صعب جدا السنه دي وكان عليه حرب، يعني معنى كلمه حرب، لان كل الناس كانت عايزه تتاهل السنه دي، فكان الموضوع صعب. فجيت تاهل عن طريق ان انا لعبت 4 ماتشات احتراف في السنه دي. طبعا انا كان نفسي اخد اي فرصه ان انا اخد الاول، ولكن ما حصلش نصيب، حصلت على المركز الثاني في بطوله كاليفورنيا برو، بعدين حصلت على المركز الثاني في بطوله بورتريكو برو، بعدين لعبت تامبا خدت المركز الرابع، بعدين لعبت
لعبت شيكاغو وخدت المركز الرابع، بعدين لعبت تام خدت المركز الخامس. فجه هنا ان انا حصلت 19 عدد من النقاط، وده كان اكبر، كان كاكبر لاعب يعني، اكثر لاعب حقق عدد نقاط قدام اللي خدت الفرصه دي. فجيت تاهل بعد معاناه، انك تلعب 4 ماتشات في السنه كان الموضوع صعب جدا، بس كان عندي اصرار وعزيمه ان انا لازم اتاهل واثبت نفسي واحط وابتدي ابني اسم السنه دي هنا في امريكا وبره، عشان خاطر هيفيد عليا وهيعود عليا السنه الجايه ان شاء الله. وقول لي يا شعبان برضو، انت عندك فرصه كويسه يعني في مصر ان شاء الله تاخد، ليه لا اول، وليه لا تتاهل على طول مستر اولمبيا السنه الجايه، وتبقى ريحت نفسك بقيه السنه وبتتمرن بدون ضغط. ده ان شاء الله من غير، لا ان شاء الله جاي اكسب باذن الله ان شاء الله يا شعبان، وترجع بالسلامه ومنتظرينك ان شاء الله، وترجع وتتالق، والف مليون مبروك على الانجاز الكبير اللي انت ربنا حققته. يحفظك، ربنا يحفظك، وانا شاكر لكم جدا وشاكر على دعمكم، وانا مشتاق ان انا انزل مصر باسرع وقت عشان اشوف بلدي وهي بتستضيف اول ماتش احتراف. طبعا ما انساش ان انا اقدم كل الشكر لكوسكوات ومستر اسلام قرطام على ان هو اتاح لنا الفرصه ان احنا نظهر بلدنا بشكل، يعني نحاول ان احنا نظهرها بشكل افضل، ونحاول ان احنا نحطها على المسار الصحيح وسط المحترفين وكده. ان شاء الله كل التوفيق ليك يا محمد، وترجع بالسلامه، والف مليون مبروك على المركز العاشر في مستر اولمبيا. ده كان لقاءنا اعزائي المشاهدين مع شعبان، محمد شعبان، احد ابطالنا اللي هناك. والحقيقه احنا دايما بنحب نبص للصوره كامله. بيج رامي ان شاء الله جاي بالسلامه بكره باذن الله، وهيكون في انتظاره او يعني في شرف استقباله اكيد وزير الشباب والرياضه معالي الدكتور اشرف صبحي، وهيكون كمان اكيد مجموعه كبيره جدا من كبار الدوله اكيد هيستقبلوه، لانه بطل الحقيقه، مثل مصر و يعني انجاز كبير في مستر اولمبيا، وحط مصر الحقيقه في مكان جيد، مش مصر بس، وكل الاسم العربي والمنطقه كلها حطها في يعني في الامام. وخليني اقول لكم انه بعد مشاركه بيج رامي، يمكن طبعا دي صور طبعا من مشاركه محمد شعبان في مستر اولمبيا اللي فات، خليني اقول لكم انه بيج رامي يعني نقل اللعبه في نقله تانية خالص، وفتح الباب لناس كتير جدا ممكن تخش الرياضه دي وتمشي يعني للامام وتلاقي الفرصه اللي هو ما لقاهاش. يمكن رامي عانى معاناه كبيره جدا عشان يوفر لنفسه الامكانيات عشان يقدر يوصل للمرحله دي، هو مش عايز اللي بعده يعاني، وده الجمال في بيج رامي. بيج رامي انسان قبل ما يبقى لاعب، وبيفكر في اللي وراه، مش عايز اللي وراه يعانوا. هو كان اسعد واحد ان شعبان، ويمكن في صوره عندنا شعبان بيسقف لبيج رامي لما عرف انه بقى الاول، وكان بيتنطط على المسرح عشان خاطر بيج رامي، وهو ما بيتنافسوا مع بعض، وهي دي الروح، لانه حس قد ايه بيج رامي واقف جنبه، واقف جنب كل المصريين. وبيج رامي لما كان معانا هنا على الترابيزه دي في البرنامج ده في قناه النادي الاهلي، قال انه نفسه ان الانجاز ما يقفش عنده، والانجاز ينتقل لمصريين بعد منه، ودي روح المصريين الحقيقه، الروح الجميله اللي بتربط مصر كلها ببعض، خاصه لما الموضوع بيتعلق باسم مصر واسم منتخب مصر. كل التوفيق لابطالنا خارج مصر لرفع اسم مصر. خلينا نرجع لاخبارنا، نروح لفريق كره اليد. يمكن احنا قلنا الاخبار التفاصيل، ولكن النتائج، فريق كره اليد بقياده الكابتن طارق محروس كان عنده مباراه مع الاولمبي، وفزنا بنتيجه كبيره، فزنا بنتيجه 41-18. خلينا نتكلم عن الخبر ده بالتفصيل، بس هطلع لفاصل وارجع لحضراتكم تاني. اهلا بحضراتكم من جديد. قبل الفاصل كنا بنتكلم عن فريق كره اليد والمنافسات. فريق كره اليد بقياده الكابتن طارق محروس اول امبارح فاز على الاولمبي بنتيجه كبيره 41-18. المباراه اتلعبت على صاله الامير عبد الله الفيصل بمقر النادي الاهلي بالجزيره. نتيجه كبيره، النادي الاولمبي فريق محترم، بس احنا كنا موفقين. الشوط الاول خلص 20-5، نتيجه تقيله قوي. النادي الاولمبي فريق محترم جدا، يعني يمكن كانوا يوميا غير موفقين او حاجه، بس ده لا يمنع ان فرقتنا جيده وبتتحسن من المباراه للثانيه. لعبتنا او فرقتنا لعبت 9 مباريات حتى الان، فزنا في 8 وخسرنا في مباراه وحيده امام نادي الزمالك. ماتشنا اللي جاي هيبقى مع نادي الطيران يوم الخميس اللي جاي باذن الله. كاميرا الابطال كانت موجوده في قلب الماتش، عملنا التقرير اتفرج عليه مع حضراتكم وارجع تاني. الحمد لله الفوز اليوم مع الاولمبي، مع حظينا له اسبوع كامل
دخلنا من الاول كما شفتوا مركزين من اول دقيقه، الناس اللي بدات الماتش كانوا مركزين، خذينا الفارق من الاول وهذاك اللي خلانا نكملوا مع الماتش بأريحية. ماتش كمل من الماتشات الكل باش نحضروا بها ان شاء الله معناتها الجزء الثاني نتاع البطوله. الماتشات حتكون اصعب، الناس الكل تو تلعب وتاخذ في رتم الماتشات، وان شاء الله باش نكونوا حاضرين الفريق كامل في الجزء الثاني نتاع البطوله، وباش معناتها نحضروا ان شاء الله لاخر الموسم ان شاء الله نكونوا 20 لاعب جاهزين ان شاء الله. كل ماتش نستدعوا له كويس، عباره نلعبوا ماتش كبير، عباره نلعبوا نهائي كاس ولا بطوله، معناتها نلعبوا على سامينا على سامي النادي. لازم كل فريق نديوا له حقه ونعملوا ماتش جامد معاه عشان الناس عشان الفرق الاخرى معناتها تخوف بالها منا، وان شاء الله ان شاء الله معناتها القادم افضل ان شاء الله. طبعا مع الدوري عن ان شاء الله بعد بطوله تفريق المنتخبات الجزء الثاني من البطوله، ماتشات اصعب معناتها باش يكونوا مركزين، وكل مرحله بمرحلتها نخموا فيها وان شاء الله القادم. ده مثلا الماتش التاسع لينا في الدوري او الماتش الثامن، احنا ماشيين الحمد لله الدوري بخطى ثابته، هو ماتش بس الزمالك اللي احنا وقعناه، بس احنا لسه الدوري طويل طبعا، والفرقه لسه عشان لسه في ناس منضمه جديد وناس راجعه من اصابات، فلسه احنا واحده واحده بنرجع، وزي ما انت حضرتك شايف الاداء احسن بكتير يعني الحمد لله. طبعا فرقه الاولمبي فرقه محترمه جدا يعني، ما حدش اصلا بقى يكسبها بالسكور دوت، بس عشان احنا عايزين ماتشاتنا كلها مركزين، ان احنا الماتش يعني دي من اوله عايزين نخلص الماتش من بدري. لو حضرتك شفت الماتش الشوط الاولاني طلع فرق 15، فالماتش يعتبر خلصان من الشوط الاولاني يعني. الحمد لله يعني واحده واحده الموضوع هيبقى احسن بكتير باذن الله. فانا مصاب بقالي كان عندي كسر في كوعي بقالي مثلا شهر ونص، ولسه راجع، ده مثلا ثاني ماتش ليا في الدوري يعني، بس الحمد لله الدنيا كله تمام يعني الحمد لله. احنا عندنا ماتشين بتوع الدوري الجايين الاسبوع الجاي، وبعد كده الدوري هيقف اسبوعين عشان اسبوع الدوري بتاع المنتخب، وبعد كده هنرجع نكمل الدوري، وبعد كده الدوري هيقف لحد بطوله افريقيا، بس احنا دلوقتي مركزين في الدوري يعني. لو حضراتكم سمعتوا محسن رمضان اكد نفس الكلام اللي احنا قلناه في الانترو. محسن رمضان قال طبعا اتكلم عن نفسه، قال انه مش جاهز يعني، بيجهز واحده واحده تاني مباراه يلعبها، وكمان قال ان الاصابات. انا في رايي المرحله دي اهم مرحله لفريق كره اليد، هي علاج المصابين، لازم المصابين يرجعوا. دي فتره ترتيبيه او مباراه ترتيبيه، يمكن ليه اهميه طبعا، ولكن مش اهميه قصوى، احنا بنكسب. تاني حاجه اكد ان الاولمبي فرقه كويسه، ما بتخسرش السكور ده يعني، الاولمبي ما يطلعش ابدا الشوط الاول 20-5 نو واي. واللي اكد لكم الكلام الخبر اللي بعد كده، الخبر اللي بعد كده مواليد او الدوري المرتبط مواليد 2004، لعب الاولمبي في الماتش قبلينا على طول يعني، الكبار لعبوا الماتش اللي قبليه كان المرتبط بتاعنا مواليد 2004 بقياده الكابتن هشام عبد الوهاب، فاز بنتيجه 31-28 فرق 3، والمباراه كانت ماشيه كلوز جيم جدا. هو ده الاولمبي ماشي كده، والاولمبي على فكره من الانديه اللي ممكن تضرب فريق كبير عادي لانها فرقه كويسه، فطبعا ده يدل ان فرقتنا كويسه وبتيجي، ما ناقصنا خبرات، وبعديها ان شاء الله باذن الله اتوقع الفريق ده باذنك يا رب ما حدش هيوقفه. كاميرا الابطال كانت موجوده في ماتش المرتبط، عايزين نطمن عن نجوم المستقبل ونعيش معاهم يعني الاجواء. خلينا نشوف التقرير وارجع لحضراتكم تاني. نوعيه الماتشات بتاعتنا اغلبتها كلها في الدوري هتبقى اغلبتها فيها نوعيه الاستريس ده الطبيعي، وبالذات ان الولاد دول لسه طالعين من قطاع الناشئين، ده اول سنه ليهم في المرتبط، فبالتالي لسه في شويه عدم ترتيبات او عدم تظبيط في الملعب، فده بيبان بشكل ان هو يبقى فيه تنس، لو الملعب يبقى فيه تنشنه شويه، لكن مع الوقت ومع اكتساب الخبرات الموضوع دوت المفروض ان هم هيعدوه ان شاء الله، الدنيا تبقى احسن. احنا الحمد لله اول الدوري دلوقتي بفرق النقاط بينه وبين النادي سموحه، لغايه لسه ما لعبناهمش، لكن لسه الحمد لله متصدرين الدوري لحد دلوقتي ولحد وقتنا حالي يعني. فده اللي احنا بنلعب عليه، ده اللي احنا بنلعب عليه، ان احنا الاولاد ان احنا ازاي نطلع الطاقه بتاعتها بشكل مرتب بالملعب. واحده بيحصل شكل التنشنه في الملعب، لكن مع الوقت هتبتدي تكتسبوا الخبرات، اللي يعرف ازاي بعد كده يعرف ازاي يبقى يكتسب الخبرات بتاعه لعيب الدرجه الاولى، اللي هو يبتدي واحده واحده، ده اللي احنا بنعلمه لهم من دلوقتي، فان شاء الله هتسلم.
في مرحله فوقيهم كمان، يعني هم مواليد 2004، في مرحله 2002 كمان المفروض دي المرحله اللي قبليهم، فاحنا بنعملها ستيب باي ستيب. الاول المرحله الاولانيه هم يطلعوا في المرحله السنيه اللي اعلى منهم وبيلعبوا معاهم وبيكتسبوا خبرات، ولو في حد عنده المواصفات ان هو يلعب للدرجه الاولى بيطلع يلعب الدرجه الاولى، وده بيحصل طبعا من وقت للتاني. احنا عندنا عندنا حوالي 3 او 4 اصابات شويه مقصرين على الـ على الـ على الفريق بتاعنا، وخاصه في الحته النواحي الدفاعيه بتاعتنا، والمفروض ان احنا في خلال الشهر شهر ونص الجاي يبتدوا يرجع تاني بعد التاهيل، ويبتدوا يرجعوا تاني. بس الاربع لعيبه مؤثرين طبعا في الفرقه، مش مؤثرين طبعا في التشكيل الجماعي، لان التشكيل الدفاعي بتاعنا والتشكيل الهجومي مؤثرين شويه، فاحنا عندنا شويه تاثيرات من ماتش من حوالي ماتشين اللي فاتوا. يمكن زي ما قلت لك احنا بناخد مواضيع واحده واحده، ما بنستعدش غير الماتشات، ان احنا بنبتدي نشوف الماتشات اللي جايه ونبتدي نلعبها واحده واحده، فمن احنا نطلع ستيب باي ستيب. فلسه عندنا الماتش اللي جاي ان شاء الله، عندنا ماتشات الماتش اللي جاي عندنا مع الزهور واعتقد فرقه ثانيه كمان. ده التحضير بتاعنا اللي احنا بنعمله هو الماتشات اللي احنا بنلعبها دي، يعني الماتشات دي بالنسبه لنا المفروض نطلع كل الماتش اللي بعده يبقى طلعنا خطوه، اتعلمنا حاجه، ولعبنا الماتش اللي بعده اتعلمنا حاجه ثانيه. فهو ده بتيجي من الخبرات، يعني اكتساب الخبرات بيجي من كتر الماتشات، وبتدي نسبيا الشكل الفريق يبتدي يتظبط كمان احسن من كده. فان شاء الله على الماتشات كل ما بتطلع ونبتدي نوصل للنهائيات كل ما التشكيل يبتدي يظهر شويه، وبتدي تلعبي مع الفرق نوعيه الفرق اللي بتلعب نفس طريقه طبيعه اللعب الهاندبول بتاعنا، بنعرف ان شاء الله باذن الله لاعب فيرست تيم، يعني ما عندناش مشاكل. اللي اعتقد ان احنا عندنا قوامه، عندنا ناس، عندنا بدائل كتيره قوي، ان احنا الماتشات دلوقتي كلها ما اقدرش اقول لك على ماتش سهل، الماتش سهل ماتش صعب، لكن النادي الاهلي طبعا بخبراته تقدر تعدي الماتش ده سهل ان شاء الله. هو فرقه الاولمبي فرقه محترمه جدا، فرقه يعني ما سابتش الماتش بسهوله، بس احنا الحمد لله لعبنا قدرنا في الاخر نفرق عنهم، والحمد لله كسبنا في الاخر. في عدم تركيز من شويه لعيبه، وهم فرقه محترمه، يعني مش فرقه الاولمبي فرقه كويسه ومليانه لعيبه كتير، بس الحمد لله قدرنا في الاخر نفرق عنهم، عشان هي دي الحته بتاعت النادي الاهلي ان احنا نقدر في الاخر نجيب الماتش. هو كابتن هشام كان بيتكلمنا عن الروح، بس ان احنا لازم نقاتل ونلعب بروح اكتر من كده، ان احنا لازم يعني في الدفاع بالذات ان احنا لازم نموت نفسنا عشان نقدر نفرق في الاخر، عشان الماتش ما يتخطفش مننا. هو ده طبيعه الهاندبول، فيها طرد كتير وكده، وانا بقول لحضرتك احنا دفاعنا النهارده ما كانش احسن حاجه، ممكن عشان كده كان في طرد كتير في ناحيتنا. اقرب ماتشات احنا مستعد لماتش الاسبوع الجاي، يعني احنا ما بنفكرش في ماتش بعيد، احنا كل اسبوع بنفكر في ماتش الاسبوع ده، عندنا الاسبوع الجاي زهور وطيران. هو بس احنا في الاول حصل مشاكل كده في الدفاع، حاولنا بس نظبطها يعني في الشوط الاولاني بس ما عرفناش. اتكلم معانا في الشوط ما بين الشوطين يعني، وقال لنا الثغرات اللي احنا المفروض نقفلها، وحاولنا نقفلها في الشوط الثاني، وعرفنا في اخر الماتش ان شاء الله نلمها يعني. الحمد لله. هو اول حاجه كان بيقولها يعني الدفاع قفلنا الثغرات، بعد كده بصينا الهجوم عشان ضيعنا كتير يعني، قال لنا ركزوا وبتاع، ومفروض يعني دي حاجه سهله، المفروض تحط الكره في الجون بس، فاحنا كنا بنوصل للجون وبنضيع، فحاولنا ناكد في اخر ماتش على الكور دي، والحمد لله عشان كده قدرنا نلم السكور. عندنا ماتشين الاسبوع الجاي بيبقى على طول الخميس والجمعه. زي ما حضراتكم عارفين كرة اليد وكرة السلة بيبقى في حاجة اسمها دوري المرتبط، أو الدوري بيبقى مرتبط مع فريق من الناشئين، سنة بتبقى 16 سنة وسنة بتبقى 18 سنة على حسب اشتراكاتك الأفريقية في الناشئين. فالمرتبط معنا دلوقتي هو 2004 كرة اليد. طيب خلينا نروح لكرة اليد سيدات، كرة اليد سيدات كان عندنا مباراة امبارح مع منوف وفزنا 39-10، الفريق بقيادة كابتن يحيى يوسف. المباراة كانت لعبت امبارح زي ما قلت لحضراتكم على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي الأهلي بالجزيرة، والشوط الأول خلص 20-3. النادي الأهلي بيلعب في المجموعة الأولى، وطبعا في مجموعتين هياخدوا ثلاث فرق من المجموعة دي وثلاث فرق من المجموعة دي، ويطلعوا الستة اللي فوق يلعبوا يعني ويكملوا المشوار. مجموعة الأهلي والشمس والطيران و6 أكتوبر والوليدو ومنوف الرياضي واتحاد الشرطة والترسانة ومركز شباب شيشة الأنعام. والنادي الأهلي دي رابع مباراة ليه في مجموعته، بس هنقول ونعيد تاني إن أنا مش شايف وجهة نظر إنه ما فيش اي استفاده ان يبقى الفرق كبير كده، يعني 40-10 تقريبا النتيجه، و40-3 و45-2 نتائج ماتشات مش هتفيد في حاجه. وما زلت على رايي وعلى وجهه نظري ان لازم فريق كره اليد سيدات لازم تتصنف الفريق الممتاز الف يتصنف يعني فرقتين، او يتصنف تو كاتيجوريز او فئتين، فئه يلعبوا مع بعض عشان يكون في استفاده، والفرق الثانيه بتلعب مع بعض، لما يبقى كلوز جيم بيبقى في استفاده، غير كده وغير كده مش هيبقى في استفاده. وبعد كده نروح على الدوري سوبر، انما ماتشات تخلص فرق 30 و40 جون، ايه الاستفاده للفرقتين؟ انا ما زلت عند رايي، وهنقول ده برارا وتكرارا يعني، لعل وعسى حد من اللجنه المحترمه المدير اتحاد اليد يسمعنا ويغير نظام الدوري. طيب هنروح لكره السله رجال. كره السله رجال بيلعبوا دوري المرتبط، ولعبنا ثلاث ماتشات في اسكندريه، وهنرجع نلعب زيهم
اللي في اسكندريه لعبنا على ملعبين، يعني كان ملعب سموحه باين وملعب سبورتنج، ولعبنا ولما نرجع هنلعب على ملعب او صاله الامير عبد الله الفيصل. ايه الماتشات اللي لعبناها هناك؟ لعبنا الطيران وفزنا بنتيجه 78-49، ولعبنا مع طنطا وفزنا بنتيجه 77-52، وفزنا على سبورتنج في ملعبه ب 68-65. الفرقه هتلعب ثلاث ماتشات جايين زي ما قلت لحضراتكم، وده دور وبعد كده نطلع نلعب دور ال 16 في دوري المرتبط. وعايز افكركم ان احنا حامل لقب المرتبط السنه اللي فاتت بعد ما فزنا على الاتحاد لو تفتكروا في صاله هيئه قناه السويس في الاسماعيليه، بعد يعني موضوع الشهير بتاع المساحات والقصه دي كلها، فاحنا حامل اللقب واحنا في رحله الدفاع عن اللقب. وعايز اقول لكم انه الحقيقه انا اتصلت مع بكابتن طارق الغنام واكد لي ان المباريات في صاله الامير عبد الله الفيصل، الله اعلم في تغيير، في ناس بتقول في صاله حلوان وفي ناس بتقول في الامير عبد الله الفيصل. جهاز الاداري بعد ما اتصلت انا بكابتن طارق الغنام اكد لي انا شخصيا ان المباريات في صاله الامير عبد الله الفيصل، وممكن يكون فيها جواب هيجي له، بس حتى الان قبل الحلقه احنا على صاله الامير عبد الله الفيصل. طيب هنروح لكره السله سيدات. كره السله سيدات عندهم نفس الماتشات دي للرجال، ابتدوا النهارده اول مباراه كانوا بيلعبوا نادي 6 اكتوبر. فزنا ودي كانت اول لقاء، اول لقاء لينا النهارده فزنا، بس كنا بنلعب فين؟ بنلعب المباراه في ملعب صيد الدقي، ملعب مكشوف على فكره. ودي غريبه يعني عندنا صالات كتير. 88-40 النتيجه، تمام؟ لسه خلصان من ثواني او من دقائق يعني. اللي انا مستغرب له يعني مش من قله الملاعب، احنا شفنا اصابه سوريا برباط صليبي، يعني ما احناش ناقصين تاني اصابات. ملاعب البلاط ملاعب مزعجه، ملاعب مش زي الباركيه، مش زي الصالات المغطاه. فانا الحقيقه مستغرب ان احنا نلعب في ملعب مفتوح في الصيد الدقي. طب الاهلي هيلعب مين مع بكره؟ الاهلي هيلعب بكره الزهور، وبعد بكره يوم الثلاث هيلعب الصيد، بس الماتشين بتاع الزهور والصيد في الصاله المغطاه بتاعه 6 اكتوبر. وده طبيعي. فالحقيقه انا مش عارف ليه لعبنا المباراه النهارده على صيد الدقي، الحمد لله انه عدى على خير. انا كنت قلقان لان ملاعب البلاط بتبقى ترتان وتبقى فيها فرصه للاصابات اكتر. طبعا عارفين حضراتكم ان الفرقه برضو بفكركم فاز بالبطوله دي السنه اللي فاتت بعد ما فزنا على سبورتنج في المباراه النهائيه. طيب هنروح لاخبارنا، واحنا برضو في برنامج الابطال من عادتنا بنتابع ابطالنا ونجومنا اللي بره، اللي هم طلعوا لعبوا بره او بيمثلونا بره، وفي كتير منهم. الكره الطائره سيدات عندنا نجمتين كبار بيلعبوا في الدوري الامريكي للجامعات. مين هم؟ عندنا سهيله وفيق. سهيله وفيق عامله مباريات كويسه، بتلعب في مركز صانع العاب، ولو تفتكروا رجعت لعبت معانا مباريات الكاس السنه اللي فاتت. سهيله بتشارك مع فرقتها يو اي سي في جامعه يو اي سي. سهيله رقم 7 و رقم 11، انا اسف رقم 11. سهيله اهي دي صورتها، وعلى فكره هم بيلعبوا بالكمامات عادي، الطايره بتلعب بالكمامات عادي. سهيله قادت فريقها بعد ما عملت 42 اسيست مميز لزميلتها في الفريق، وكانت من افضل اللاعبات في المباراه بعد ما فازت على فريق كليفلاند بنتيجه 3-1. سهيله محققه رقم كويس جدا لان ترتيبها الاول في الارسالات الساحقه، يعني هي في السبايك هي رقم 1، والثانيه على مستوى الدوري في الاعداد الحاسم اللي هي بتعمل اسيست حاسم للعيبه او لزميلتها، هي رقم 2 في الدوري. فطبعا بتادي اداء كويس جدا ومشرفه مصر الحقيقه. وبفكركم تاني، سهيله لما رجعت السنه اللي فاتت من دوري الجامعات فرقت معانا في ماتش الصيد اللي كسبناه 3-2 بعد ماراثون كبير وزعناه على شاشه قناه النادي الاهلي. دي بطلتنا الاولى في امريكا. طب مين تاني لينا هناك؟ نور ياسين احد بطلاتنا ونجمتنا في كره الطائره سيدات اللي بتلعب في دوري الجامعات الامريكي. نور ياسين بتلعب في فريق هي لعيبه النادي الاهلي وبتلعب في جهه، دي صوره نادي نور ورقم 11 على فكره، نور رقم 11. بتلعب مع فرقتها يو تي اي بي، يو تي اي بي اللي زي ما حضراتكم شايفين اسم الجامعه قدام اهو، وجاتنا وفازت على اخر مباراه ليها على الفريق بنتيجه 3-1، ودي نتيجه برضو كبيره. نور قادت فرقتها للفوز بعد ما سجلت 15 نقطه حاسمه وعملت 6 بلوك، وكانت من افضل اللاعبات في المباراه. على فكره نور مكسره الدنيا هناك، نور يعني هم انا بتوقع نور ممكن ما ترجعش من دوري الجامعات. نور الحقيقه عامله شغل كويس وليها مستقبل كبير، اتوقع ان هي لو الظروف خدمتها وكان معاها ايجنت وكيل اعمال كويس نور هتبقى في اوروبا. خليكم فاكرين كلمتي دي. طيب هنروح للسكواش. مصطفى عسل كان معانا الحلقه اللي فاتت وكان بيقول لنا انه هيروح او هيشارك في بطوله قطر الدوليه. بالفعل مصطفى عسل ويوسف سليمان يشاركان في بطوله قطر الدوليه للسكواش، بدات النهارده وهتستمر لحد يوم 23 اكتوبر اللي احنا فيه، ومجموع جوائزها 185,000 دولار. البطوله هيشارك فيها 2 لعيبه من النادي الاهلي زي ما قلت لحضراتكم، مصطفى عسل ويوسف سليمان. مصطفى عسل هيلعب في الدور الاول مع الهندي سوراب جوسال، ويوسف سليمان هيلعب مع زميله في المنتخب عمر مسعد بالتوفيق طبعا لنجومنا كلهم.
وابطالنا اللي مشاركين في الاسكواش. ومش محتاج افكركم، مصطفى عسل خد لقب امريكا المفتوحه، ومن قبلها بشهور قليله فاز بالعظماء الثمانيه كاصغر لاعب يحصل على البطولتين. مصطفى عسل ماشي كويس جدا. وبكده نكون خلصنا اخبارنا داخل جدران النادي الاهلي. هنروح لاخبار المحليه، وبرضه هنبتديها بكره اليد والمنتخب. المنتخب عنده توقف، هيعمل وديات قويه لمنتخب اليد استعدادا للمشاركه في امم افريقيا بالمغرب. المنتخب الوطني لكره اليد هيستعد لبطوله كاس الامم الافريقيه اللي جايه واللي هتتلعب في المغرب باحسن شكل، واستعدادها هيكون قوي جدا. المنتخب بيبدا فتره اعداده بماتشين وديين جامدين جدا قدام مقدونيا يوم 4 و6 نوفمبر اللي جايين، وبعدها هنشارك في بطوله دوليه وديه في قطر في الفتره من 26 ل 31 ديسمبر اللي جاي مع اليابان وقطر، وبعدين نرجع مصر نلعب ماتشين مع البحرين يوم 3 و5 يناير. والمنتخب يختتم استعداداته لامم افريقيا بدوره قويه مع اقوى منتخبات العالم في فرنسا 7 يناير اللي جاي، وهيشارك فيها مين؟ المانيا، الدنمارك، فرنسا، بالاضافه لمصر. ومن بعدها هيطلع المنتخب على المغرب عشان يلعب بطوله افريقيا واللي هتتلعب في الفتره من 13 لحد 24 يناير اللي جاي. وده اللي بيميز منتخب اليد، دايما هقول منتخب اليد بيطلع يعمل ماتشات وديه مع فرق ليفل 1، وده استعدادات. لو انا بشوف الماتشات دي وما اعرفش هم بيستعدوا ليها اقول لك ده رايح بطوله عالم، لا ده رايحين افريقيا، بيستعدوا لبطوله افريقيا كانهم رايحين بطوله عالم. يا جماعه يا مسؤولين الاتحادات، مش عيب نتعلم من اتحاد كره اليد. ما ينفعش منتخب مصر يطلع بره مصر يلاعب فرق مجهوله، منتخبات مصر تطلع بره تلاعب منتخبات قويه، الاحتكاك ثم الاحتكاك ثم الاحتكاك قد يعوضك الكثير. منتخب تونس في كره السله بيطلع بره يحتك مع منتخبات، شفت له انا على اليوتيوب ماتش كامل مع كرواتيا، وما ادراك ما كرواتيا، وطلع معاهم كلوز جيم. عشان كده تونس في حته تانية يا جماعه، الاحتكاك ومش هيكلف كتير، يعني الموضوع ما بيكلفش، كل كام شهر ولا شهرين اعمل معسكر زي ما شايفين، بطولات اربع ايام، هتكلف ايه؟ مش هتكلف حاجه، بس هي عايزه اراده. يعني احنا نفسنا نشوف ده في كل الاتحادات، السله والطايره، اليد ماشيه كويس، وحتت الاحتكاك، فين الاحتكاك؟ ونتمنى وزاره الشباب والرياضه ترجع من جديد تشوف وتناقش فين يا جماعه، انتوا ما بتعملوا، هاتوا الكلام ده ورونا، نشوف الاعداد شكله ايه عشان في الاخر نلاقي نتيجه زي منتخب كره اليد. وده مش صعب، مصر مليانه كفاءات وقيادات ورجال فعلا يستطيعوا ان هم يحققوا المجد المصري في الرياضه زي ما بيتحقق دلوقتي في كل المجالات. هنروح للدرجات، الشهر المقبل مصر تستضيف البطوله العربيه للدرجات، ودي من سلسله البطولات الكبرى الاقليميه والقاريه اللي بتستضيفها مصر بكل نجاح. مصر هتستضيف الشهر اللي جاي باذن الله بطوله عربيه للدرجات، وهتتلعب في الفتره من 12 ولحد 28 نوفمبر اللي جاي. البطوله هتتلعب في اربع سباقات، وهم بطوله الطريق واللي هيكون فيها سباق خاص لذوي الاحتياجات الخاصه، وده خبر سعدنا كلنا، بطوله المضمار، بطوله الدرجات الجبليه، وام تي بي، بطوله الدرجات بي ام اكس. دي مش اول بطوله مصر تستضيفها للدرجات السنه دي، استضفنا في شهر 3 اللي فات البطوله الافريقيه واللي اتلعبت في مدينه الشيخ زايد، وبعدها استضفنا بطوله العالم للناشئين واللي اتلعبت على مضمار استاد القاهره الدولي بمدينه نصر. وده يدل ان الدوله المصريه مهتمه باستضافه كبرى الاحداث الرياضيه، وده بيدل وبيبقى ترويج لاسم مصر الكبير في كل المجالات مش بس الرياضه، وخد في ايدك كمان وانت ماشي السياحه، كل حاجه الحقيقه بتدي انطباع جيد جدا وبتعكس الواقع اللي احنا عايشينه الحقيقه في الدوله المصريه والتقدم اللي بيحصل في الدوله المصريه. طيب عندنا خبر يخص محمد شعبان، ولكن ليس محمد شعبان العاب القوى، سوري، محمد شعبان جمال اجسام اللي كان معانا في الانترو اللي خد عاشر مستر اولمبيا، ولكن محمد شعبان في لعبه التايكوندو تم انتخابه عضوا بالاتحاد الدولي للتايكوندو. دي الاخبار الحقيقه اللي بتبسط. وكان على فكره احنا كان معانا في السكايب في احدى الحلقات، وكان انفراد الحقيقه لبرنامج الابطال ان احنا استطعنا نجيبه، وكنا متوقعينه، وسالناه السؤال ده، قلنا له انت ناوي تخش انتخابات الاتحاد؟ قال واحده واحده يا جماعه اصبروا عليا، وهو كان ماسك ساعتها لجنه المسابقات. الخبر بيقول ايه؟ المصري محمد شعبان فاز بعضويه الاتحاد الدولي تايكوندو، ده حصل في الانتخابات اللي اتعملت من ايام عن طريق الاونلاين. محمد شعبان فاز بمقعد من ثلاث مقاعد مخصصين لافريقيا في الاتحاد، في المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، من ضمنهم مقعد محجوز للمراه، يعني هو كان بينافس على مكانين. وبقى واحد من 17 عضو بس من اعضاء الاتحاد الدولي للعبه، 17 واحد منهم مصري، انجاز كبير للتايكوندو. شعبان كان حقق 71 صوت او فاز بثقه 71 صوت في الانتخابات، وضمن وجوده في عضويه الاتحاد الدولي مع المغربي ادريس الهلالي، رئيس الاتحاد العربي ونائب رئيس الاتحاد الافريقي، والنيجيريه مارجت اليزابيس، علشان يكونوا ممثلين عن افريقيا في الاتحاد الدولي. محمد شعبان كادر مصري، وعلى فكره هو اللي كان ماسك المسابقات في طوكيو 2020،
وهو اللي ماسك المسابقات كان في بطوله العالم اللي فات، وكان ليه دور كبير في تاهل او في الميداليات الثلاثه اللي خدناهم في ريو دي جانيرو 16 وطوكيو 2020. محمد شعبان كادر الحقيقه احنا بنتوقع له انه ممكن يوصل في يوم من الايام يبقى رئيس الاتحاد الدولي. كادر مثقف جدا، هو على طول يعني موجود في سويسرا فمتابع على طول الابديت لكل الجديد في الرياضه. وكان معانا زي ما قلت لحضراتكم بسكايب وكنا سالناه السؤال ده، والحقيقه الاجابه جت بعد عده اسابيع او بعد عده شهور انه نزل وفاز بمقعده. 1,000,000 مبروك لكابتن محمد شعبان، وهنحاول نخليه يكون معانا او يشرفنا بمداخله على عن طريق السكايب، او لو في مصر يشرفنا في قناه النادي الاهلي. طيب هنروح للكيك بوكسنج، وانتم عارفين طبعا ان احنا بطوله العالم اللي فاتت خدناها، وفي طفره كبيره من اتحاد كيك بوكسنج بقياده طبعا كابتن صبحي محمد صبيح، انا اسف، الاتحاد المصري للكيك بوكسنج اعلن استضافه مصر بطوله العالم المفتوحه لانديه الكيك بوكسنج، واللي هتتلعب في الفتره من 18 لحد 24 اكتوبر اللي احنا فيه. وقال كابتن محمد صبيح رئيس الاتحاد ان البطوله هتشهد كام بقى مشاركه 200 لاعب ولاعبه من 26 دوله هيتنافسوا مع بعض على ميداليات البطوله العالميه دي. واكد كمان ان البطوله دي والبطوله دي هتكون اعداد قوي جدا واحتكاك كبير للاعيبه منتخبنا الوطني، وهتديهم اكيد خبرات كبيره وتطور في مستواهم بشكل ملحوظ عشان يقابلوا لعيبه مميزه ومصنفه على المستوى العالي. دي اخبارنا المحليه. عايز برضو اقول لكم على حاجه، احنا في برنامج الابطال عملنا فقره جديده اسمها حكايه بطوله. زي ما شفتوا حضراتكم الحلقه اللي فاتت عملنا فقره، طبعا فقره بكل صراحه، النهارده بنقدم لحضراتكم فقره جديده من برنامجنا او في برنامجنا الابطال حكايه بطوله. ايه قصه حكايه بطوله دي؟ هنجيب نجم او رمز من رموزنا هيتكلم عن بطوله حصل عليها، هنتكلم عن الصعوبات، اغلى بطوله عنده، يعني هيبقى هنساله ايه اغلى بطوله عندك وكواليس فوزك بيها ايه. فالحقيقه دي شفنا ان مهم جدا ما ننساش الماضي بتاعنا، نفكر جمهور النادي الاهلي دايما بالماضي والتاريخ الكبير الحقيقه اللي شارك فيه رموزنا وابطالنا على مدار سنوات طويله، اكتر من 100 سنه ابطالنا ونجومنا بيحققوا بطولات. دي فقره جديده ان شاء الله تنال اعجابكم. مين بقى بطل اول الفقره؟ كابتن محمد مصالح ميدو. ما لقيناش يعني اجمل ولا احسن من هذا الرمز كمدرب وكلاعب نساله اغلى بطوله عندك ايه؟ هنطلع نشوف الفقره دي، وبعد كده هنطلع لفاصل عشان نستقبل ضيوفنا ونجومنا نجوم العاب القوى، رامي سعيد لاعب الحواجز لاعب النادي الاهلي ومنتخب مصر، واسراء محمد لاعبه الوثب العالي والوثب الطويل لاعبه النادي الاهلي ومنتخب مصر. هنطلع الفقره الفاصل وارجع لحضراتكم تاني. النهارده ان شاء الله هحكي لكم حكايه بطوله مهمه جدا بالنسبه لي كلاعب، بطوله افريقيا للانديه ابطال الكؤوس. اهميه البطوله دي ان هي كانت بتضم فرق كتيره قويه جدا، كانت الاهلي والزمالك والمولوديه والنجم الساحلي، كانت سنه 95. واهميه البطوله دي ان هي كنا تعرضنا لخساره من النجم الساحلي في اول البطوله خالص، وكان مطلوب مننا ان احنا لازم نكسب الماتش النهائي بتاع الزمالك 3-0 في الماتشات النهائيه. البطوله دي كانت بتعتبر اول بطوله للنادي الاهلي يعني في الصاله المغطاه صاله عبد الله الفيصل، كانت اول بطوله افريقيه للالعاب الجماعيه كلها، كانت سنه 95، وكانت لازم كنا نكسب نادي الزمالك 3-0 لان احنا كنا تعرضنا، بقول لحضراتكم زي ما قلت كده، من هزيمه من النجم الساحلي. كانت البطوله كلها ست فرق، كانت مجموعه واحده دوري من دور واحد، كنا لازم نكسب الزمالك في الماتش النهائي 3-0، وداخلين باعصاب كانت مشدوده جدا لان الزمالك ساعتها كان عايز جيم واحد بس ويكسب البطوله، لكن رجاله النادي الاهلي واحساسه بالمسؤوليه ساعتها قدرنا ان احنا نكسب الماتش ده 3-0. لو اتكلمنا عن الجيل بتاع البطوله دي، جيل 95، كان جيل عظيم جدا جدا، طبعا بيضم العديد من النجوم اللي كانت في الوقت ده يعني نجوم كبيره جدا، منهم طبعا حمدي الصافي وماجد مصطفى وايمن رشدي ومحمد عبد الكريم ومحمود جمعه وكمان هاني مصلحي وهشام صلاح، لا نجوم وهشام صالح، ناس كتير جدا جدا كانت في البطوله دي كانوا نجوم ساعتها.
وانا بقول لحضرتك ان البطوله دي كانت مهمه جدا لانها تعتبر كانت اول بطوله رسميه للنادي الاهلي في صاله النادي الاهلي، وكعاده الكره الطايره في النادي الاهلي ان هي دايما بترسم البسمه على وجوه الجماهير، وكانت تعتبر اول بطوله للنادي الاهلي في صالتها. وكنا داخلين طبعا زي ما قلت لكم ماتش الزمالك كان حماسي جدا، وقدرنا نحسم الماتش ده 3-0، وكان ماتش سريع كمان يعني. والماتش ده انا بحبه جدا لان انا لعبت فيه كمان كويس جدا يمكن الفرقه كلها، وكمان مش كده بس، ده انا خدت احسن ضارب في البطوله، وتوجنا تقريبا باول بطوله افريقيه في صاله النادي الاهلي، وطبعا كانت فرحه كبيره جدا لينا يعني. بطوله ثانيه هحكيها اللي هي بطوله افريقيا الابطال الدوري سنه 2017. البطوله دي بالنسبه لي انا كمدير فني بقى للنادي الاهلي، كنت اول مره امسك مدير فني للنادي الاهلي، بطوله في غايه الاهميه بالنسبه لي انا كشخصيا يعني. النادي الاهلي الحمد لله حقق بطولات كتير جدا خصوصا الافريقيه، الحمد لله حققنا 14 بطوله، لكن البطوله دي بالنسبه لي انا تعتبر من اهم البطولات لانها اول بطوله ليا كمدير فني. البطوله دي كانت سنه 2017، كان طبعا بعد اخفاقات سنتين قبل كده للنادي الاهلي او لطايره النادي الاهلي. سافرنا تونس، كانت البطوله دي في تونس، سافرنا واحنا خسرانين دوري للاسف، كانت الحاله النفسيه للعيبه كانت صعبه جدا، لكن باصرار منهم للعيبه دي، وكمان البطوله طبعا كانت في تونس، تونس طبعا من الدول المتقدمه في الفولي افريقيا يعني، وقعنا في مجموعه صعبه، كان معنا الترجي وكان معنا على ما اذكر الاهلي الليبي. لعبنا البطولة دي وللأسف برضو حصل إصابات فيها، يعني حصل إصابة القطب في قبل النهائي، وحصل محمد عبد المنعم جاله إصابة صليبي فيها، كانت صعوبات كتيرة جدا جدا، لكن الولاد كانوا بصراحة كانوا جيل طبعا يعتبر يعني في منهم طبعا بيلعب من الجيل الحالي يعني، أحمد قطب وحسام وعبد العال وقطب وعب وناس كتيرة جدا، ومحمد عبد المنعم كان ساعتها معانا. قدرنا الحمد لله ان احنا نكسب نطلع اول مجموعه، وقبل النهائي لعبنا مع برج بوريج الجزائري وكسبناه 3-1، وفي الماتش النهائي مع النجم الساحلي قدرنا نكسب 3-1 رغم صعوبات كتيره زي ما قلت لكم، الاصابه بتاعت محمد عبد المنعم اللي هي جات له صليبي. فكانت البطوله دي بتعتبر بالنسبه لي انا بطوله مهمه جدا جدا، يمكن عايز اقول لكم ان انا بسبب البطوله دي انا مستمر لغايه دلوقتي مدير فني للنادي الاهلي، انا بحبها جدا وبعتز بيها جدا جدا لانها غاليه قوي عليا، لانها اول بطوله ليا كمدير فني للنادي الاهلي، وطبعا بتمنى ان الاستمرار للنادي الاهلي. طبعا الحمد لله الفولي محقق نتائج هايله خصوصا في عهد المجلس الحالي بقياده الكابتن محمود الخطيب، يعني خدنا حوالي 10 بطولات الحمد لله كسبنا 9 منهم بفضل الجيل الحالي، وان شاء الله مزيد من الانتصارات للنادي الاهلي. طبعاً دول كانوا حكايتين بطولتين بس للكرة الطائرة للنادي الأهلي. نعرفين طبعاً النادي الأهلي الحمد لله في الكرة الطائرة أجيال وراء أجيال عظيمة جداً، الحمد لله النادي الأهلي محقق 81 بطولة كأكثر فرق في العالم محقق بطولات، وعندنا أرقام قياسية كتيرة جداً. النادي الأهلي غني جداً بولاده في الكرة الطائرة، وان شاء الله احنا كمان بنوعد الجمهور ان احنا نبذل اقصى مجهود ونكون دايما عند حسن ظنهم، وان شاء الله باذن الله نحقق السنه دي كمان بطولات اللي احنا هنخشها سواء كانت محليه او افريقيه او ان شاء الله عربيه، لان احنا بنضم جيل عظيم جدا جدا يقدر يحقق طموحات الجمهور الكبيره ان شاء الله باذن الله. والله بصوا يا جماعه انا عايز اقول لكم حاجه، يعني الالعاب القوه من الالعاب اللي انا شخصيا بحبها، بس انا حاسس ان هي مش واخده حقها. العاب القوه احنا في الالعاب البدنيه في مصر متفوقين جدا، والعاب القوه مفروض تحط مصر في خريطه تانية لو خدت بعض الاهتمام او الاهتمام الكبير اللي بيلاقوه بره اللعيبه اللي بره. احنا بنعمل سبوت او هايلايت على لعبتنا، والنهارده في البدايه قبل ما نروح بقى ونتكلم عن كل المشاكل والصعوبات اللي بتقابل اللعبه دي، بنحب نرحب بلاعبنا لاعب النادي الاهلي ومنتخب مصر للحواجز رامي سعيد. اهلا بيك يا رامي. اهلا وسهلا، منورنا في قناه النادي الاهلي. نورك الله يخليك. وبنرحب باسراء محمد
لاعبه النادي الاهلي ومنتخب مصر في الوثب الطويل والثلاثي. اهلا بك يا اسراء. اهلا وسهلا. منوره قناه النادي الاهلي. انا قلت صح؟ طويل وثلاثي. طيب اسراء، خلينا نتكلم عن الاول اخر بطولات شاركتوا فيها، يعني قبل ما نروح بقى للصعوبات، مش عايزين ندخل الدنيا يعني في الصعوبات من اول الحلقه، بس اول بطوله اخر بطوله شاركتي فيها وترتيبك وارقامك. اخر بطوله شاركت فيها دوليه كانت البطوله العربيه، كانت في تونس. الحمد لله ربنا كرمني هناك وعملت اول وثب طويل واول وثب ثلاثي. كانت الماتش كان بالنسبه لي مهم جدا الصراحه، لان قبليها كنت انا عامله عمليه، وده يعتبر اول ماتش دولي ليا. عمليه ايه؟ اصابه ولا؟ اصابه، وكنت سامعه كان عندي كرحه في الانكل بتاع رجلي. صعب قوي. اصابه ملعب بس. فكان الكرحه دي بتيجي نتيجه بتلعب على الاصابه كتير. انا ما كنتش اعرف او ما كنتش حاسه بيها، جات لي زي مره واحده كده. فعلى ما بدات استوعب واشوف دكتور كويس واتابع والكلام ده، كان ده يعني الحمد لله قمت، كان ده اول ماتش دولي ليا، فكان فارق معايا جدا يعني. وان انت تفوزي بالارقام دي او تجيبي الارقام دي الحقيقه يعني تفوزي بارقام كويسه دي. انا ذات نفسي ما كنتش متوقعه الصراحه فعلا. طب مين اللي كان بينافسك قوي؟ كان معانا المنافسين الدول، كان معانا المغرب، المغرب والجزائر اكتر دولتين منافسين لينا. وتونس بدات يدي حققوا ارقام. هم الصراحه كويسين جدا يعني، الوثبين عندهم كويسين جدا. في شهر كام؟ معلش قولي. في شهر 6. 6 ده السنه دي. طب بس انت كنت قريبه جدا من التاهل لطوكيو، ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان المفروض كانت بطوله افريقيا كانت هتتلعب، واحنا المفروض كنا لما نشارك في بطوله افريقيا دي هنجمع بوينت بحيث ان احنا نتاهل للاولمبياد. يعني هي كانت المفروض تتلعب في نيجيريا. كانت المفروض تتلعب بالاول في الجزائر. في الجزائر. وبعد كده جت الجزائر اعتذرت، وجت نيجيريا قالت ان هي هتتبنى البطوله وهتعملها عندها. فضلوا فتره على ما الاجراءات اتعملت، اتنقلوا من الجزائر لنيجيريا، وبعد كده رجعوا قالوا اعتذروا هم كمان عن البطوله، فالبطوله اتلعبت. لعلمك ده نفس اللي تعرض ليه ايهاب عبد الرحمن. نفس تعرض له برضه، وفضل عايش على البطوله، عايش على البطوله وقت ما اتعملت بطوله في مصر. او اتعملت بطوله ملتقى في مصر واعتمد منها واتاهل منها. بس قصدي اقول لك يعني ده اكيد سبق بالاحباط، انت اكيد كنت محبطه جدا. أكيد. يعني انت اتمرنتي اكيد استعدتي لاستعدتي للجزائر، اكيد قالوا لك نيجيريا، فكل ده بتستعدي وبتتمرني على هدف وفجاه الهدف تبخر، مش موجود. فاكيد كان في احباط. اكيد هيبقى في احباط يعني، لان احنا يعني بدانا الموسم، يعني انا لما لقيت نفسي نطيت كويس في البطوله العربيه قلت دي بدايه مبشره ان احنا نقدر نكمل عليها، بحيث ان احنا نعمل رقم كويس برده في افريقيا. كل شويه البطوله تتاجل. طب ما فيش اخبار عن البطوله هتتلعب امتى، ولا اذا كانت هتتلعب ولا لا، بس وفي الاخر قالوا ان هي مش هتلعب. خلي بالك بطوله عربيه بتبقى بقوه البطوله الافريقيه، انا رايي كده. ما هي الدول المقاربه. بيبقى في مثلا ممكن دولتين ثلاثه هم بقى اللي هم افريقيا. دول اللي مش بيبقوا مشاركين. طب انت لما شفتي طوكيو، ارقام اللي اتحققت في طوكيو او اللي خدوا ميداليات في طوكيو بعيده عن ارقامك؟ لا مش بعيده يعني، انا لو كنت رحت كنت ممكن اطلع من اول 8 مثلا. ما شاء الله. يعني انت لو حققتي ارقامك العاديه، الارقام العاديه اللي انا بيها دلوقتي دي، يعني من غير الامكانيات ومن غير المعسكرات والكلام ده كله، ممكن ابقى من اول 8. طب يلا اسرع، شد حيلك ان شاء الله. شد حيلك بقى، عندنا هنغمض ونفتح. باريس 2024، احنا اعتبر نفسك 2022 خلاص، احنا في اكتوبر يعني، احنا اعتبر كمان في نوفمبر. فخلاص انت مفيش همسه وهتبقي في 2022، فخلاص هي كلها سنتين، اقل من سنتين، وهنقول يلا بينا على ان شاء الله بامر الله. خلي التارجت معاكي واحنا في ظهرك ان شاء الله باذن الله. طيب رامي اجي لك، يعني برضو نفس الكلام، محتاجين نعرف اخر بطوله شاركت فيها ايه، ارقامك، انجازاتك الاخيره عشان هاخد اخر لقطه. تمام. واحنا البطولات الدوليه ربنا ما كرمنيش ان انا اروح العب بطوله عربيه لاسراء لعبتها والمنتخب كله لعبها. كان عندي اصابه في الضمه. صعب قوي دي. صعب قبلها باسبوع بالظبط. نتيجه برضو تغيير الماتشات، وانت مش عارف هتلعب بطوله الجمهوريه امتى، مفيش بلان واضحه من الاتحاد، مفيش. احنا المفروض كنا نلعب افريقيا، بعد كده اتلغت، اتاجلت، حصل حاجات كتير قوي لخبطت الدنيا بالظبط. فربنا قدر ان انا اتصاب في قبل البطوله باسبوع. من البطوله العربيه. قبليها كنت بلعب بطوله الجمهوريه الحمد لله، واخدت فيها اول مركز اول. لو كنت رحت عربيه كنت ان شاء الله تاخد اول بقى. والله الارقام فعلا كانت قريبه. واحنا كنا يعني كنا مجهزين الدنيا كويس الحمد لله، انا ومدربي تامر فايق بالظبط. يعني هو اكيد ده النصيب. لعبنا ملتقيات محليه كتير. الاتحاد فعلا حاول ان هو يعمل ملتقيات كتير الفتره اللي فاتت ديت. طب ما حاولش مثلا يعمل حاجه ليكوا عشان زي هاب عبد الرحمن كده تتاهل منها؟ هو هي الملتقيات دي فعلا اللي احنا لعبناها. بس هي الفكره ان المنافسه كانت، انت بتبقى محتاج برده تلعب ماتشات خارجيه اكتر. تلعب محليه ملهاش معنى بالظبط. مع ان في لعيبه صاعده كتير كويسين كويسه جدا.
بس هي فكره ان انت بتبقى محتاج تلعب اكتر ماتش بره عشان تبقى انت لعبت حاجه بره السنه دي. لازم تلعب. هي المشكله السنه دي ان كانت البطوله العربيه بس وبطوله افريقيا هي اللي بتاهل. يجي لك حاجه تلعب مفيش. بره مفيش بطولات. هي البلان بقى السنه الجايه فيها ماتشات كتير قوي. في بطوله عالم طبعا في بطوله عالم في شهر 3 الجاي اندورز داخل الصالات تتلعب في ايطاليا تقريبا. ايطاليا غالبا. طب دي التاهل ليها ازاي؟ لازم العب بطوله اندور. لازم العب ماتش بره. انا متارجت ان اعمل معسكر بره في اول واحد كده. طيب انت منشن على كذا بطوله اندور هتروحها؟ يعني انت برضو بيبقى في اجندات المفروض بندور لسه يعني استنى لحد دلوقتي بدور على كذا ملتقى. مين بيساعدك في التدوير؟ انت ولا حد في الاتحاد ولا في النادي؟ في كابتن حاتم مرسال في الاهلي يعرف علاقات بره كتير. كابتن تامر رفاعي بيدوروا لك على طول. مدربين الاهلي كلهم بالظبط. يعني في اكتر من سورس المفروض بناخد منه ان احنا نحاول ان احنا نعمل معسكر وفي نفس الوقت نعمل. بس لسه ما استقرتش. مفيش. هو المشكله ان احنا عندنا في مصر حتى مفيش اندوز. يعني انت مش تقدر تلعب اي ماتشات ان انت تبقى كواليفايد. لازم تروح تلعب. لازم تروح تلعب بالظبط. وفي رقم لو جبته في البطوله الاندور تحقق البطوله على طول. بس برضو انا اعرف ان انت موظف في بنك يا رب. تمام. وبتعاني معاناه طبعا. انت ما يقدرش تحترف لعبتك لا انت ولا طبعا يعني اسراء لان ده موضوع محتاج يعني محتاج تصرف محتاج يبقى معاك دخل. وزي ما انتم عارفين مهما كان النادي الاهلي بيساعد وبيرعاكم بس انت محتاج دخل اكتر يعني. تمام. عشان بصعوبات جامده بتعمل ايه وبتوفق ازاي وبتصحى ازاي شغلك هي بس احنا انا البنك الاهلي سبونسر ليا الحمد لله عرفت اجيب سبونسر للبنك الاهلي فهو بيفاينانس حاجات كتير قوي من الحاجات اللي انا بالظبط من اللي انا محتاجها. ده ويندو كويس ليك ان تلاقي احد الرعاه مش لازم يقول اسمه يعني بس احد الرعاه ان انت بتشتغل معاه وفي نفس الوقت هو بيلعب دي حاجه كويسه ويندو كويس نشكر طبعا. هي بس الفكره كلها في توقيت الشغل بقى. هي فكره الصحيان بدري والمجهود الذهني اللي انت بتعمله في الشغل خلال 8 ساعات عمل او 12 ساعه عمل. صح. هي دي الفكره. انا بحاول على قد ما اقدر اوفق بين حاجه زي كده وستيل اون تراك يعني الحمد لله يعني بس يعني طبعا ساده المشاهدين اكيد 70 معايا حجم دي صور ليك طبعا وانت بتلعب دي صور ليك صح انت بالظبط ده بطوله العالم تحت 20 سنه كان شكلك صغير صح كابتن تامر رفاعي مدربي طبعا دي كانت فين ده في النادي الاهلي في فرع البرج بالظبط وده دي اخر بطوله جمهوريه كنا لاعبينها في المركز الاولمبي في المعادي انا عارف شكله حافظه بالظبط دي بطوله المنطقه دي كانت بطوله افريقيا دوره العاب الافريقيه اللي كانت في المغرب اخر واحده خدت فيها مركز سادس خدت فيها مركز سادس تاني سادس كويس هايل في الحواجز اتفقنا البطوله العربيه بتبقى بقوه الافريقيه مش افريقيا معاك يا باشا بيجوا بنفس المنتاليتي بتاعت جايين يستعدوا عشان بطوله العالم فانت رايح كومبيتيشن جامد. طب دي كانت فين؟ دي برده في المركز الاولمبي دي بطوله الجمهوريه عايز اقول لك دي تيشرتات التيشرتات بتاعتكم حلوه جميله يعني مختلفه عن بتاعت الباسكت يعني تيشرتات حلوه بتاعت النادي الاهلي دي برضه بطوله الجمهوريه ده ملتقى كان تريستا في استعداد لبطوله العرب الافريقيه كان في سلوفينيا خدت فيها مركز اول بطوله سلوفينيا الدوليه لا شد حيلك يا بطل بقى وعايزين يعني يبقى عندك طموح ان مش بس معلش احنا كنا بنتكلم عن بيج رامي عانى زيكم معاناه كبيره جدا واكتر كمان للاسف هو اتغرب ويعني وعانى هو قال الكلام ده عن نفس الترابيزه اللي انتوا قاعدين عليها فشد حيلك يا بطل وانشف وتقدر تحقق لمصر وبلدك حاجه كويسه جدا ان شاء الله. خليني اجي لك برده دي بتشتغلي ولا لا لسه مخلصه دراسه لسه مخلصه دراسه ما شاء الله يعني لسه صغيره ولسه عندي خلينا نتكلم بقى عن اللي جاي ايه وبتفكري ايه بس خلينا نطلع لفاصل اعزائي المشاهدين نطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا على العاب القوه ولكن بعد اهلا بحضراتكم من جديد. اسراء يمكن اجيلك اذا ما اتكلمت مع رامي عنده هو بلان وعنده اجنده بيفكر فيها بيشارك في الاندور عشان يقدر يجيب ارقام ويقدر بيها يرجع ل طبعا للمنافسه او يوصل الاولمبياد. انت نفس الفكر نفس التخطيط كده ولا نفس بشكل مختلف؟ التفكير لان انا هو يعتبر نفس المرحله السنيه احنا الاثنين بنلعب تحت الدرجه الاولى فان شاء الله يعني احنا بنحاول على قد ما نقدر اللاعب او بيساعده بقى ساعتها المدرب او بجانب النادي والاتحاد ان هو يوفر له اي بطوله او اي منافسه تكون قويه بحيث ان هي تاهله لاي ماتش دولي يعني. طب نتكلم على الارقام يعني انت دلوقتي مثلا اكيد عشان تروحي او يبقى عندك طموح عالي ان انت في الاولمبياد وبتروحي مش بس الاولمبياد عشان تادي اداء لا يعني رايحه تعملي حاجه اكيد شايفه الارقام وشايفه العالم وصل لايه تحسيني رقمك ازاي يعني اكيد لازم تشتغل على نفسك اكيد في شغل بدني في شغل ذهني في شغل فني البلان دي محطوطه ازاي ولا مين اللي بيشرف عليها المدرب هو اللي بيشرف عليها كابتن هشام علي هو اللي بيشرف عليها هو المفروض ان احنا لما بنيجي نحط البلان دي عشان اوصل لنفس المستوى
القطاع بتاعهم لازم اعسكر في مكان يكون كويس، يبقى معايا كذا واسابه، يكون مثلا مستوانا مش هقول يبقى بعيد عن بعض، بس يبقى كلنا مستوانا متقارب بحيث ان احنا نقدر نشد بعض. ما انا ممكن مثلا اعسكر مع ناس بس يكون المستوى متباعد، فهو كل واحد في حته، ولا انا اقدر افيد اللي قدامي ولا اللي قدامي قادر يفيدني. طب المعسكر ده ممكن يتوفر محلي ولا لازم يكون معسكر خارجي في اوروبا مثلا؟ هو الاحسن ان هو يبقى بره، هو ممكن يتوفر هنا بس مش هيبقى اكيد بنفس القوه او بنفس المؤثر على اللعب زي المعسكر الخارجي. طب في الحاله دي مين اللي المفروض بيوفر لك بقى المعسكر ده؟ هل منتخب مصر؟ انا اعرف ان اتحاد العاب القوه عنده ازمه ماليه شديده، ولا هل النادي الاهلي بيساهم بجزء، ولا اللاعب نفسه اللي بيصرف يعني، ولا لو انت ليك سبونسر يعني اللي بيكفل بحاجه زي كده مين؟ هو المفروض اللي تكفل بالمعسكرات وكده الاتحاد، لان انت دلوقتي لما بتيجي تلعب اي ماتش دولي بتلعب باسم الاتحاد مش باسم النادي. فالمفروض اللي بيوفر حاجه زي كده الاتحاد. ممكن بقى ممكن لو ما فيش مثلا امكانيه ممكن اللاعب هو اللي بيقوم ان هو بيوفر لنفسه المعسكر ده. دي صور ليك يا اسراء صح؟ دي في المركز الاولمبي. دي في تونس اخر بطوله ساعه ماتش الثلاثي بطولة عربيه لما خدت تاني صح؟ ده في التمرين خدت اول للاسف. ده في التمرين عادي في المركز. ده في المركز الاولمبي برضه. ده ساعه ماتش الطويل برضه في البطوله العربيه الدولتين المغرب والجزائر. هتلاقيهم في افريقيا كده برضه. ده احمد ابن رئيس الجهاز بتاعنا. والله كويس برافو. هو بيلعب العاب قوه. انضم كان بيلعب فولي وباسكت وانضم قريب لالعاب القوه. كان بيلعب باسكت. كان بيلعب باسكت هو ما شاء الله. طيب الباسكت والعاب القوه حبايب. طيب ودي دي البطوله العربيه بس اللي كانت بتلعب هنا في مصر كانت في الجامعه الامريكيه، عملت فيها اول طويل وثاني ثلاثي. طيب انا عايز افتح معاكم ملف يعني المنشطات. ربنا يبعد عنا ويعني ويجعل بيننا وبينها يعني ايه مسافه. المنشطات والملف ده للاسف حرم ناس كتيره جدا من ان هي تتاهل او ان هي توقفت كتير. واخدين بالكم من الموضوع ده يا اسراء؟ اكيد لازم ناخد بالنا، حتى يعني مش بمزاجنا حضرتك لو جيت شويه صداع طبيعي ان اي حد بياخد اي حاجه للصداع. لا ممنوع تاخد اي دواء ايا كان ايه هو، حتى لو كانت المشكله اللي عندك بسيطه لازم ترجع للدكتور وتبعت له الدواء وتبعت له مكوناته ايه وهو يبدا يرد عليك. لا اما تمام تاخده لا اما ما تاخدوش. وانت نفس الكلام يا رامي برضه؟ ما حدش بياخد اي حاجه غير لما يرجع للدكتور بتاع النادي الاهلي، واتيفر هي سبلمنتس او اي حاجه فيها انت تعبان او اي حاجه المفروض دواء تاخده لازم ترجع للدكتور بتاع النادي الاول يكونفيرم ان انت تاخد الادويه دي ولا لا او السبلمنتس دي ولا لا. فاحنا الحمد لله في السيف سايد في الحته دي. وفي عندنا دايما بيعملوا تحاليل المنشطات بعد كل بطوله، يعتبر بطوله الجمهوريه دايما بيبقى في تحليل منشطات من الوادة اللي هي بتاع النادو المصريه. النادو الوادة دي المنظمه الدوليه انما النادو هي النادو. المنظمه المصريه ناشونال يعني مش عارف اختصارها بس هي بتبقى منظمه اللي هنا في مصر. طب انتوا لو حبيتوا تروحوا لها تستشيروها في حاجه لاست ابديت ليست للادويه تقدروا؟ دايما الدكتور بتاع النادي الاهلي هو بيبقى ابديت بالحاجات دي كلها، فهو لازم يقول حتى دواء البرد اي حاجه والبروتينات والكرياتين مثلا والحاجات دي جميع انواع السبلمنتس كلها لازم تبقى كونفيرمد من الدكتور بتاع النادي. طبعا ده ملف صعب جدا يعني خلي بالكم. بقى يقع فيه لاعبين كتير جدا مؤخرا، في لعيبه بتقع فيه عن قصد وفي لعيبه بتقع فيه عن غير قصد. ان هو ممكن مثلا بياخدوا الحاجات دي يعني لما اطلع بطوله افريقيا بسمع ما اعرفش انتوا تقولوا لي المعلومه صح ولا لا، اللعيبه الافارقه بتاخد المنشطات دي وبتروحوا بطولات ولا بيبقى في تحليل برضو للعيبه نفسها الافارقه ولا ايه الوضع؟ هو اكيد في لعيبه بتاخد، مش كل اللعيبه معتمده على الحاله البدنيه بتاعتها لوحدها. بس ان هو ياخد بقى دي بتبقى حاجه راجعه للدكتور هو بيعرف بقى بس خلي بالك انا يعني بيبلغوني ان في كذا عداء نيجيري توقفوا في الفتره اللي فاتت، فواضح ان ده بقى منهج في افريقيا ويعني الموضوع مش في افريقيا وفي العالم كله عموما يعني الفوكس دلوقتي بقى جامد قوي على اللعيبه عشان روسيا توقفت بالظبط الفتره دي دوله رياضيه عظمى يعني روسيا توقفت كانت بتلعب في الاولمبياد اللي فاتت مش باسم روسيا برضه بسبب اللي قبليها كمان يعني روسيا بقى لها فتره امريكا يعني مسيطره على الحته دي. طب اسالكوا سؤال يعني المنشطات دي فعلا بتفرق؟ اكيد طبعا اكيد انت مش هتاخد رد مخك بس هي اكيد النتائج بتبين طبعا في طفرات بتحصل طفرات الارقام بالبلدي كده زي ما بتضرب حاجه اكيد ضرب حاجه فرقت معاه في فرقت معاه في الرقم اعرفه بتبين يعني ليها ساينس بقى تعامل ازاي تتعامل مع ان انت تلغي ويعني بس احنا هنا مش في مصر مش متمكنين منها قوي ازاي تاخد ما يكشفش بالظبط العالم كله ماشي كده يعني لعلمك الحرب دلوقتي بقت في المعامل بالظبط هو معامل ازاي ادي للاعب بتاعي منشط وازاي ما يتكسفش
عشان الارقام اللي بتحصل دلوقتي برضو صعبه يعني. يعني مش هحققها بالبيض واللبن. لا حقيقي بيبدا بقى يبين عليهم تغيرات جسميه، حتى البنات بتلاقي بدا يبدا تغيرات بقى فسيولوجيه بتبان عليهم، تغيير في الصوت، حاجات كتيره كده جدا بتختلف. فكان بنبدا بقى نشوف الطفره بتاعه الارقام فتره، وممكن بعد كده لما اللاعب ده بيختفي من الملاعب يا اما بقى بتوقف حاجه من دي. حاجه اتنين بس. هم اكيد برضه في الاتحاد الدوليه مراقبين واكيد شايفين اللي انتم شايفينه، يعني لما بيلاقوا لاعب عمل طفره ممكن يعملوا له بيبداوا يحللوا يعني دوبنج تشيك صادم اللي كده، بيروحوا واخدينه تعالى يا باشا. ايوه ومش دايما مثلا يعني احنا عندنا هنا في مصر ممكن بيبقى الدوبنج متوقف على بعد البطوله، انت في الماتش بتخلص ماتشك على حسب المركز اللي انت محققه يعني واحد محقق مركز اخير الدوبنج تشيك ايه ده ممكن يعني هم اللي يديروه منشطات عشان الراجل يبقى كويس. بس اما بره لا، بره ممكن انت في بيتك عايز يجي يخبطوا عليك ان انت ما عندك دوبنج دلوقتي. اما هنا لا، بيبقوا عارفين خطه نشاطك ايه خلال السنه، فبيبقى عارف انت هتبقى موجود فين في كل وقت. انت مثلا موجود معسكر هنا طبعا معسكر في كذا معسكر في واتيفر فين يعني اسمها وير اباوت انت فين بالظبط يقول لك تعالى لو اتخلفت ولو اتخلفت بيعملوك كانك عندك منشطات. أيوه. هم بيروحوا فعلا بيبدا فانه ياخد بياخد ثلاثه مش يعني ده انت ما بيستناش، ده بيبلغوني كمان ان انت ثلاثه مش تيست يعني فقدت ثلاث تحاليل تتوقف على طول كانك بيعاملك كانك عندك بيتهرب من التحليل. انا عايز اقول لكم حاجه يعني اضحككم، انا كنت دايما انا اللي اطلع في منشطات الفرقه انا ما اعرفش كان بيحصل معايا كده ليه، كنت كل بطوله اروح مع المنتخب يعملوا هم الرقم الالعاب الجماعيه غيركم فياخدوا يعني التنبوله كده ايه رقم. بسم الله ما شاء الله انا ما فوتتش ولا بطوله الصراحه يعني يعني حتى الحمد لله ما فيش. لا الحمد لله كنت دايما سالم الحمد لله. لا وعايز اقول لك ايه، انا مره والله يعني بايظه وايه بضحك معاكم يعني وانت اكيد تقولي ذكريات. انا كل بطوله افريقيه والالعاب الافريقيه ولا حاجه اقوم من نفسي ما استناش عارف يا جماعه انا عارف ان ده دوري وبرده كان في مره اخدت بروتين قبل بطوله، بروتين عادي بروتينات ومعروفه المصدر وكنت شاريها من دوله اوروبيه وبتاع، ما نمتش بقى لغايه ما النتيجه طلعت قلت بس خلاص تطمن بس هتوقف خلاص. حصل معاك حاجه كده؟ لا يعني بالنسبه لل احنا كده بنبقى عارفين سبلمنت عادي احنا بنبقى عارفين ان احنا قبل ما بناخد اي حاجه بنبقى متابعين مع الدكتور، فاحنا خلاص بقى لو حصل اي حاجه هنجيب الدكتور هنجيب الدكتور على طول مين بقى يا عم بقى يعني في بقى كونفرزيشن كده واتساب كونفرزيشن كده تبقى مضمونه خلاص انت ترجع لها بقى طبعا انا بتشيك مع الواتساب حتى لو رحت تحقيق بره وبتاع قلت له انا سالت الدكتور بتاعي بالظبط دي بتتاخد بس طبعا لازم بقى الدكتور يبقى كواليفايد وابديت هي دي الفكره. طب برافو حلوه دي يعني قصدي اقول لك في ساعتها المسؤوليه بتقع على الدكتور بالظبط بس الدكتور بقى يعني هي بقى دي الفكره هو يركز بقى الدكتور يركز هيظبطه الدكتور يعني يعني ما جاتش فيك بس احنا بنتمنى تكون العناصر السلامه طبعا. بس خلي بالكم يعني هي انتوا لعبكم بيور فيزيكال بيور يعني يعني زي ما انت قلتي اي منشطات بتظهر. طب انا عايز اتكلم بقى معاكم عن تفاصيل يعني فنيات لعباتكم يعني كل واحد وفنيات لعباته ايه. بس خلينا نطلع للفاصل اعزائي المشاهدين، نطلع الفاصل السريع ونرجع نكمل كلامنا على لعيب القوة لكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. سؤال يعني دايما اولياء الامور او الابهات والامهات بيسالون نفسهم انا ابني يلعب ايه؟ ايه المواصفات اللي بيها اقدر اوديه العاب القوة؟ خلينا اجي لك يا رامي مثلا بالنسبه للحواجز تمام ايه اللاعب بحكم خبرتك بقى وانت لاعب كبير اللي اشوفه اقول ده ينفع يلعب حواجز او اللاعب ده ما ينفعش يلعب؟ هي اول حاجه طول القامه يعني يبقى طويل لازم يبقى طويل يعني ماكسيمم كام يعني اجيب واحد 2 متر 10 مثلا؟ لا مش قوي كده لا 190 متر متر حاجه و80 190 100 يعني ماكسيمم يعني هي لعبه الطول مش لعبه بس هي مش مينلي قوي الطول بس يعني انت طول قوه فلكسبيليتي مرونه انت ازاي تبقى مرن على الحاجز محتاجه مرونه طبعا توافق عضلي عصبي تردداتك بين الحواجز لازم تبقى سريعه جدا فهي حاجه بتشيل حاجه لو انت طويل ترددك بين الحواجز مش هيبقى سريع قوي لو انت قصير ترددك بين الحواجز هيبقى سريع عكس اللعيب الطويل الفلاينج تايم اللي فوق الحاجز ده اللي انت بتطير فيه فوق الحاجز بالظبط اللعيب العالي اللي هو طويل هيبقى بالنسبه له الدنيا اسهل اللعيب القصير هيعاني شويه الفلاينج بتاعه فلازم القوه بتاعته تبقى ازيد عشان يقدر يكفر الحاجز بسرعه يعني احنا طول فلكسبيليتي مرونه توافق عضلي عصبي
احنا قلنا ايه قوه تاني؟ قوه صح لازم يبقى عندك لازم قوه طبعا تشتغل على النصر دي كلها انت تشتغل على النصر دي انا طبعا بشتغل الا طول القوم عشان مش عندي قصير بس انت برده مش قصير قوي خلي بالك يعني بس مقارنه يعني. بلعبت الحواجز برده مش طولك كام 179 او طب مش قصير يعني ما بنتكلمش يعني في حاجه 60 انا حاسس ان انا قصير لا ما تقولش كده انت حد جميل بس فبحاول اكفر بقى حته الطول دي بالقوه ان انا ابقى ازاي تبقى قوي جدا ان انت يعني تبقى زيك زي اللعيب الطويل نعم بس فهي دي المفروض السمات اللي انت طب انت قلت برضو في وسط الحلقه ان في لعيبه طالعه كويسه طبعا يعني في لعيبه شايفهم لعيب في النادي الاهلي عمر خالد صاحب رقم مصر في ال 20 سنه و 18 سنه ما شاء الله اتاهل بطوله عالم وراح بس يعني المفروض كان اتاهل فاينل بس حصل ظروف كده كان اول بطوله ليه يعني يلعبها كويس ده فهو يعني دلوقتي طالع مستوى مبشر طبعا عمر خالد عامل رقم جامد جدا تحت ال 20 سنه هو لعيب اسمه يوسف بدوي بتمرن مع عمر خالد ففي جيل طالع في الحواجز يا رب قوي جدا بينافس دلوقتي على الدرجه الاولى يا رب ان شاء الله يا رب نشوف هو بس يتصرف عليهم شويه وهتلاقوا ابطال الانبياء ان شاء الله يتصرف عليهم ان شاء الله طب اجي لك اسراء برده لعيبه يعني انت لعيبه وزن طويل وزن ثلاثي اكيد المواصفات يعني برضو عايزين نعرف مواصفاتها ايه امتى تشوفي اللاعب ده او اللعيبه ده تقولي ده ينفع بص هي العناصر البدنيه بتاعت العاب القوه كلها يعني الالعاب بتاعت التراك بتبقى كلها متقاربه بيختلف بقى لعبه من لعبه للعبه على حسب بقى ترتيب الاولويات بتاعت العناصر البدنيه دي من لعب للعب برافو عليك يعني احنا عندنا برضو نفس القوه خريجه ايه تربيه رياضيه شفتي ما بس عليك بص لا درسيش عليا دي لا لا بجد ما تعديش عليا الترتيب في التفكير ده وان هي تجيب العناصر وحسب ترتيب العناصر ده كلام اكاديمي بحت اتفضلي يا استاذ لا ادعي بقى عشان خدي راحتك وتكلمي بس فاحنا عندنا في لعبه الوزب اهم حاجه عندنا القوه المميزه بالسرعه لازم يبقى عندي قوه واقدر ان القوه دي اقدر ان انا اخليها تتحرك بسرعه ممكن تبقى عندي قوه الا بقى لو كانت قوه بس طب لو قوه بحته كنا جبنا بقى بتعرفها الاثقال جمله بوزن برافو عليك مظبوط مش هينفع كنا جبنا لعيبه الاسبرنت ينطوا مش هينفع لازم يبقى عندي توافق ان انا اقدر احرك السرعه بتاعتي تتنقل لقوه ان انا اقدر اكمل بقى من مرحله الاكتراب لان انا ابدا اعمل الجامب بتاعي يبقى عندنا قوة مميزة بالسرعة قوة مميزة بالسرعة مش قوة وسرعة بس مش منفصلين لا لا مرتبطين ده أول عنصر دي أهم عنصر طب الطول الطول لازم يبقى اللاعب طويل بس مش طويل قوي الطول ده بيفرق قوي في إيفنت الوزب العالي يعني ما شاء الله الصورة دي مثلا يعني ده وزب ثلاثي ارتقاء يعني ما شاء الله يعني لو قلنا الخطوه دي يعني ممكن تعدي مثلا متر ونص او 2 متر صح يعني ممكن تعدي 3 متر 3 متر كمان يبقى الطول مهم عندنا القوه المميزه بالسرعه توافق عضلي عصبي اقدر ان انا اخد التكف بتاعي من غير ما اتجاهي بقى مثلا يتغير في الهواء او حاجه طب الفلاينج تايم اللي انت بتطيري فيه عشان تنزلي او التكف بتاعك او الوقت ده بيبقى ليك في اول يعني انا بشوف الفيديوهات بيبقى ليك في الاول حركه وبعد كده بيبقى في حركه تانية فبشوف عضلات بطن وظهر لازم يبقوا قويين جدا طبعا لازم صح اللي انا بقوله هو حضرتك اول ما بتاخد التكف انت المفروض بتعمل زي بتفرد ظهرك مفروض تبدأ بقى رجلك تطلع وبالذكاء ايا كان بقى المدرسه اللي انت بتتخذها في الهواء اذا كان في ناس بتعمل طيران في ناس بتعمل تبديل فانت بتاخذ المدرسه بتاعتك وفي الاخر المفروض انت بتعمل لاندنج ده انت المفروض رجلك لازم تطلع لمستوى وسطك وانت بتنزل اللاندنج ده عايزه بطن فدي عضلات بطن قويه وانت كمان برضه عايز عضلات بطن جامده انت عشان ترفع رجلك قدام وتثني اللي ورا يعني ده ممكن الناس يجيلها ديسك في الموضوع ده زي ما اسراء قالت كده هي الحاجات كلها السمات واحده ما شاء الله هي بس كلام اسراء حلو في ايه ان هي ترتيبات يعني انت ممكن يكون عندك التوافق العضلي العصبي اهم شويه من القوه المميزه بالسرعه ممكن يبقى عندك قوه ومش لازم سرعه يعني قصدي اقول لك لا هو طبعا لازم سرعه بس انا قصدي اقول لك يعني ترتيبها بيختلف من ايفنت لايفنت طيب هل بيبان ده في الصغر يعني انت لو شفت لاعب عنده بيبان من امتى يعني خلي بالك في لعيبه بيحصل لها طفره مثلا عند 14 سنه في لعيبه عند 15 في لعيبه عند 13 يعني ده بيحصل ازاي امتى تشوفي اللعيب بتحكمي عليه سن ايه هو السن الصغير يعني من اول مثلا احنا عندنا في مرحله سنيه بتلاقي فيها تحت 12 سنه خلاص هو المفروض لو المدرب اللي معايا دوت مدرب عارف هو بيعمل ايه ومع مستوى الاحتكاك في الملعب فهو بيقدر يشوف اللاعب اللي قدامه ده يوجهه من هو صغير يعني انا اول ما رحت انا كنت سريعه
فانا كنت شايفه ان السرعه بتاعتي دي اللي بقى اللي هي السرعه الواو بقى اللي انا هلعب سبرنتات. بدا كابتن محمد غريب ربنا يرحمه هو اللي وجهني قال لي انت اه السبرنت عندك عالي بس عندك حته ان انت تقدري تربطي السبرنت دوت بالوزب تحوليها لقوه. كنت رافضه الموضوع في الاول ان انا لا عايزه العب سبرنت ومش عارفه ايه وبتاع, وبعد كده بدات يعني اتخذ النهج بتاعه ان انا اشوف الايفنت انجل. يعني هو اللي وجه كابتن غريب. كابتن محمد غريب الله يرحمه هو اللي وجهني للموضوع, وعملت معاه بطولات كتير يعني لعبت معاه اولمبياد. وانت عندك كام سنه وجهك؟ كان عندي حوالي 9 سنين. ايه ده يعني ده من فتره يعني ده مش على قد ان انت مثلا يعني نقول من 4-5 سنين. لا 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 انا بلعب بقالي 11 سنه. وكده قال لك لا روحي وزب. وانت نفس الكلام بالنسبه لك يا رامي؟ مين وجهك ولا انت بصورك حواجز؟ لا انا اول ما لعبت من سنه 2000 لعبت في نادي اتحاد الشرطه لعبت مركب. كان في حاجه اسمها مركب كده تلعب 4 لعبات زي كده جري وحواجز جري وحواجز وجله وفي لعبه رابعه بس مش. طب وده الرباعي ده معترف بيه عالميا ولا لا؟ دي حاجه تحت 12 سنه كده او 14 سنه المفروض بتلعب عشان لسه انت مش عارف انت هتلعب ايه فبتلعب كل حاجه لغايه ما تستقر على حاجه. فكابتن ده فكره حلو. حلو جدا يعني. هو الكابتن بتاعي شاف القصه ديت فيا ان انا شافني سريع فقال لي العب كذا لعبه ونشوف اللعبه اللي هتمشي فيها. فعلا اتخصصت من بدايه 16 سنه ابتديت العب حاجز فعلا. بس قبل كده لعبت مركب دوت الاربع بيات هي يعتبر لعبه سرعه وقوه وفي نفس الوقت رمي وكان وزبه طويل لعبت وزبه طويل حتى هم اربع بيات. بس لقيت نفسي بقى ماشي في الحواجز كويس ودي اللي ارقامك فيها احسن بالزبط. وادائك هي الدنيا مشيت في الحواجز بقى 16 سنه بعد كده 18 سنه بعد كده 20. طب جيت النادي الاهلي عند سن قد ايه؟ النادي الاهلي جيت في 2014 من اتحاد الشرطه للنادي الاهلي في 2014 يعني درجه اولى يعتبر لعبت درجه اولى في النادي الاهلي على طول على طول. وخليني اقول لك برضو انه سبحان الله بيبقى برضو النصيب بيتحكم في الموضوع ده. يعني ساعات بتلاقي لاعب مش في دماغه اللعبه دي خالص زي ما اسراء كانت بتقول هي كانت سبرنتر سباقات سرعه وفجاه يعني تحولت لحاجه. فهي العين بتفرق سبحان الله. يعني عين المدرب بتفرق في التوجيه. يعني خلي بالك انت بعد فتره ما تبقى مدرب هيبقى عليك عبء كبير ان انت لازم توجه صح. كلامي صح ولا غلط؟ لا لا كلام صح. تنطق اللعيبه يعني بتشوف اللعيب ده فعلا وده اهم حاجه في اي لعب عموما. انت اللعب بالذات اللعب اللي فيها اكتر من ايفنت انت ازاي تنطق اللعيب ده عشان هي مسؤوليه. انت صح. بتخلي اللعيب ده هيكبر معاك لحد اكبر سن في اللعبه فلو هو ما توفقش ان انت اخترت له اللعبه الصح اللي هو المفروض يمشي فيها هتضره بالظبط هتجني عليه. طيب قولي لي اسراء انت يعني هل ليكي مثل اعلى؟ هل في حد في مصر شفتيه فحبيت اللعبه او حبيت تبقي زيه ولا مالكيش مثل اعلى؟ ما هو ساعات ما بقى الواحد يقول لك لا انا ماليش مثل اعلى. لا في يعني بس هو كابتن حاتم مرسال طبعا فعلا. طبعا ده يعني ده يعتبر ما شاء الله عليه بجد في ايفنتات الوزب هو معروف والوزب الطويل في مصر. كابتن حاتم مرسال نتائج كويسه وصل لحد بطولات عالم كان محقق بطولات عالم ودلوقتي ربنا يوفقه ان شاء الله مدرب يعني مدرب عارف. طب انت بالنسبه لك يا رامي؟ هو في مجالنا احنا ما يعني ما فيش تاريخ كبير قوي في الحواجز. تكتب على ايدك ربنا يخليك. بس فعلا زي ما اسراء بتقول كابتن حاتم مثال يعني هو قدوه لينا كلنا ومدرب في النادي الاهلي دلوقتي مش في النادي الاهلي هو مدرب منتخب ومعاه ابطال كتير يعني في ايفنتات متعدده كمان النادي الاهلي وكذا نادي تاني. فهو شخصيه محترمه جدا و راجل فعلا ليه ثقل ان شاء الله تبقوا ان شاء الله تبقوا على دربه احسن منه. للاسف الحلقه مرت سريعه والله انا مستمتع جدا بالكلام معاك ورامي بشكرك نورتيني وشرفتيني. ربنا يخليك. شكرا ليك جدا وشكرا على الميتنج الجميل ده. اسراء بشكرك شكرا جزيلا نورتيني وشرفتيني واتمنى لكم الحقيقه كل التوفيق. متشكره جدا لحضرتك. اعزائي المشاهدين دي كانت حلقتنا عن العاب القوى. شفتوا قد ايه حجم المعاناه حجم الاصرار حجم التحدي اللي بيواجهوه بس هم قدها وقدود وان شاء الله يرفعوا اسم مصر قدام واسم النادي الاهلي. بشكركم شكرا جزيلا والى حلقه جديده من الابطال.